نسمع فقرة الصحف، فقرة مستحدثة لبرنامجنا رح يصير عمره مبروك جمعة. ميرسي. خلينا ننتقل لزميلتنا كريستين حبيب يلي بتعمل لنا جولة على الصحف، نرجع نكمل نحن وياك. أول شوف لك. شكرا سمر. صباح الخير مشاهدينا، اليوم جولتنا رح تبدا مع صحيفة السفير، ومن صحيفة السفير من الافتتاحية تحديدا، والتي أتت تحت عنوان التسمية تخلط أوراق المعسكرات الأدارية. يتقاطع موقف المستقبل مع موقف القوات اللبنانية، التي يؤكد رئيسها سمير جعجع للسفير أن الانتخابات النيابية هدف رئيس ولو مع تأخير تقني، وبالتالي نريد حكومة انتخابات. ويضيف جعجع للسفير: لا يمكن أن تكون هذه الحكومة إلا حيادية وتضم حياديين يواكبون أقرار قانون الانتخابات ويجرونها على أساسه، وكذلك تضم وزراء من التكنوقراط المتخصصين لمعالجة الوضع المعيشي والاقتصادي. ويضيف جعجع للسفير: نبحث عن رئيس حكومة وفق المواصفات الحيادية وغير مرشح للانتخابات، ومن هنا فإن التشاور مستمر ضمن 14 أدار لإيجاد رئيس كهذا لهذه المرحلة. السفير رح انتقل لصحيفة الأنوار، وفي الأنوار أيضا من الافتتاحية أو مقدمة الأنوار وتحت عنوان 14 أدار تطالب بحكومة تكنوقراط وثمانية تريد وزارة سياسية. تنقل الأنوار اليوم عن زعيم المختارة وليد جنبلاط أنه يرى أن أي تركيبة حكومية لم تعد تحتمل وجود فائض القوة لحزب الله وحليفه العماد ميشيل عون، وأن الإصرار على معادلة الجيش والشعب والمقاومة يشكل تجاوزا لإعلان بعبدة الذي نص على أن مرجعية السلاح تبقى خاضعة للدولة. من صحيفة الأنوار رح ننتقل لصحيفة الجمهورية، وفي الجمهورية اليوم وأيضا في المعلومات الخاصة بصحيفة الجمهورية وهي معلومات دبلوماسية، فإن الدول المؤثرة في لبنان ستتحرك ابتداء من الأسبوع المقبل نظرا إلى تأثيرها على عدد من الأطراف الأساسيين المعنيين بالقضايا العالقة من الانتخابات إلى الحكومة إلى الأمن. ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي حيال لبنان انطلاقا من تخوف المجتمع الدولي من أن تؤثر عرقلة تأليف الحكومة والانتخابات النيابية على الاستقرار الداخلي في لبنان. وفي هذا الإطار ذكر سفير دولة كبرى أن الهدوء الذي ينعم به لبنان منذ أيام ليس بالضرورة أن يدوم إن لم يحصن بقرارات سياسية. من جريدة الجمهورية سوف أعود الآن إلى صحيفة النهار، وفي صحيفة النهار اليوم مقابلة خاصة أجرتها الزميلة ماي عبود أبي عقل مع الخبير القانوني الدكتور حسن الرفاعي. الرفاعي يرى في حديثه للنهار أن تمديد النواب لمجلسهم يعني انقلابا على النظام، والواجب الدستوري يحتم على رئيس الجمهورية عدم توقيع القانون. يقول الرفاعي للزميلة أبي عقل: نحن اليوم في ظل حكومة تصريف أعمال، ولا يحق للسلطة التشريعية بوجود مثل هذه الحكومة أن تقوم بأي عمل تشريعي، ونستنتج من ذلك أنه لا يجوز عقد أي جلسة تشريعية للتصويت على اقتراح الأرثوذكسي أو غيره. ويتابع الرفاعي في هذه المقابلة وردا على السؤال: في حال لم يصر إلى إجراء الانتخابات في موعدها، هل يجوز التمديد للمجلس النيابي؟ يجيب: قطعا لا، لأن قانون الانتخاب حدد مدة ولاية المجلس ودعا المواطنين إلى انتخاب أعضائه على هذا الأساس، فالوكالة الشعبية في هذه الحال تكون قد أعطيت لمدة محددة، ولا يجوز للوكيل أن يمدد وكالته من دون أخذ موافقة الموكل. من صحيفة النهار سأنتقل الآن إلى صحيفة البلد، وفي صحيفة البلد تحقيق خاص اليوم بقلب زميلتنا زينب زعيتر عن اللواء أشرف ريفي وانتهاء ولايته. تقول زينب في مقالها: التمسك باللواء ريفي والمؤسسة الأمنية بالنسبة إلى تيار المستقبل يتشابه في قراءة البعض بالتمسك بسلاح المقاومة، حيث سلاح فرع المعلومات بعديدها والعتاد يأتي في مقابل سلاح الحزب، فالمعلومات هي جيش التيار الأزرق وريفي أمينه العام، ورد الجميل سيكون بإعادة ريفي إلى المؤسسة الأمنية. ومن جريدة البلد سننتقل الآن إلى الديار، وفي الديار اليوم مجموعة من الأسرار والمعلومات الخاصة. الديار نشرت معلومات ومعطيات عن التطورات التي تعيشها سوريا والدول العربية، ومن هذه المعلومات اختار معلومة عن سوريا تشير إلى أن العقيد حافظ مخلوف أصبح المسؤول في أمن الدولة في سوريا،
وهو من أهم المراجع المخابراتية والعسكرية لدى الرئيس بشار الأسد، وهو ابن خاله، وباتت الملفات الهامة بين يديه وكلمته مسموعة لأنهم يعتبرونه يتكلم من موقع قوة وصلاحية، فالملفات الأمنية الخطرة والمعلومات عن أعمال عنف وإرهاب أو اغتيالات تصل كلها إلى مكتب العقيد حافظ مخلوف. ومن الديار إلى الأخبار، اخترنا لكم تحقيقا اقتصاديا بقلم الزميل محمد وهبي، تحقيق عن أن الحياة تدب مجددا في سيجارة سيدرز. الطلب السوري يزيد إنتاج السيجارة المحلية بنسبة 275%. ويقول وهبي، يعتقد بعض التجار أن معظم إنتاج سيجارة سيدرز في لبنان يذهب إلى السوق السورية عبر طرق التهريب، حيث الطلب مرتفع جدا والأسعار الرائجة تحقق أرباحا كبيرة للمهربين. بهذه الخلفية ازداد الطلب على تدخين سيدرز منذ مطلع 2011، أي تزامنا مع بدء الأحداث في سوريا، وبدأت إدارة الريجي تلاحظ نفاذ الكميات من السوق المحلية بصورة أسرع، فيما أشاع تجار الدخان أخبارا عن توقف دخول الدخان المهرب إلى لبنان من سوريا وارتفاع وتيرة التهريب بالطريق المعاكسة. ومن الأخبار سأنتقل إلى صحيفة الشرق الأوسط، وفي الشرق الأوسط مقال من واشنطن لمحمد علي صالح يشير إلى أن دراسة أمريكية كشفت أن 6 تريليونات دولار هي تكلفة حربي العراق وأفغانستان، وجاء في الدراسة أن تركة حرب العراق وأفغانستان ستستمر تكاليفها عقودا من السنين. وقال التقرير أن من أسباب زيادة التقديرات أن أغلبية الصرف على الحروب كانت ديونا على الأمريكيين. وسأختم الآن مع صحيفة الغارديان البريطانية، تحقيق للغارديان عن وضع المسيحيين في ليبيا تحديدا في هذا الزمن المجيد، زمن الفصح. المسيحيون في ليبيا يتأهبون لمتاعب من الإسلاميين في عيد القيامة، فقد جرى مؤخرا إطلاق النار على قس كاثوليكي على أعتاب كنيسة في طرابلس، واعتقل عشرات المسيحيين بتهمة التبشير. والمسؤول عن الاعتقالات بحسب الغارديان البريطانية هو مكتب الأمن الوقائي، وهو أحد المكاتب التابعة لوزارة الدفاع مكلف بحماية الحضارة والثقافة الإسلامية في ليبيا. بهذا أختم الفقرة وأعود إلى سمر. شكرا للمتابعة.